ريت ما نرجع نقلك من جديد، الحمد لله على السلامة وما تشوفي الشر. كتير مؤثرة الصورة اللي نشرتيها على السوشيال ميديا، خبرينا ليش اخترتي هالصورة تحديدا حتى تكون ذكرى الشهر للحادث اللي تعرضتي له. ايه مزبوط فابيان، اليوم ذكرى شهر على هالحادث يلي كان كتير كبير وفيني اقول غير لي حياتي. بس انا بعد وقت فكرت انه هيدي اللحظة ما بدي ارخها بآلام، رغم انه بعدني عم بعيش آلام وعم بعيش مراحل صعبة، بس انا بدي ارخ هاللحظة بفرح وبإيجابية. بدي افكر انه اليوم هيدي اللحظة هي ذكرى انكتب لي فيها عمر جديد، ذكرى خلتني فكر انه انا بعد في شيء لازم اعمله بهيدا الحياة، وبعد عندي مهمة، وبعد عندي حاجة يعني لوجودي، حد عائلتي، حد ولادي، بشغلي، ما بعرف. لهلا برجع لورا بغص بفكر انه انا ليه صار معي هيدا الحادث وليه انا؟ لهلا ما عندي جواب، بس اكيد مع الوقت رح أعرف الجواب، ومن هلأ لوقتها رح نتواصل وأكيد إن شاء الله رح صير أحسن يوم بعد يوم. فمرة جديدة دايما بحب أشكر الناس اللي وقفت حدي، كل الناس اللي فعلا فرجتني محبتها واللي بعد عم تصلي لي وتدعي لي، وبقول لهم أنا بعدني بحاجة للصلاة وبعدني بحاجة لأنه تدعوا لي أوقف 100% على إجريه بدون ما عوز ووكر.